أخبار اليوم. عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لما يساهم في القضاء على أحد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. الأمر الذي يتطلب من كافة الأطراف مضاعفة انخراطها وجهودها نحو الاتفاق على التسوية العادلة. كما أوضحت مناقشتنا أهمية العمل بين كافة الأطراف المعنية من أجل التوصل لحلول سياسية في كل من سوريا وليبيا للحفاظ على وحدتيهما الإقليمية وصون مقدرات شعبيهما والحيلولة دون توتر التنظيمات الإرهابية على أراضيهما. كما عرضت خلال الاجتماع عن استمرار دعم مصر لجهود التوصل لحل عادل للقضية القبرصية بما يضمن إعادة توحيد شطرة الجزيرة وراعي حقوق كافة القبارصة وفق قرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات السلة. وتناولت محادثتنا البناءة محورية التكاتف الدولي للتوصل لحلول عملية لظاهرة الهجرة المتنامية، حيث استمعت من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء باهتمام بالغ لرؤيتهما في هذا الشأن، وأكدت لهما على أن رؤيتنا تجاه هذه القضية تقوم على الدفع بعملية التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية بقدر ما ينظر إليها من زاوية المعالجة الأمنية، مع اقتناعنا كذلك بضرورة التعاطي الفعال مع الظاهرة من منطلق إنساني متوافق مع القوانين والالتزامات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. فخامة الرئيس دولة رئيس الوزراء، إنني إذ أجد الشكر لكم دولة رئيس الوزراء وللحكومة اليونانية الصديقة على تنظيم هذا الاجتماع الناجح، ولكم يا فخامة رئيس جمهورية قبرص على مشاركتكم وإسهامكم القيم في تدعيم آلية التشاور تشاورنا الثلاثية. فإنني أتطلع لمتابعة نتائج هذا الاجتماع والعمل على تحقيق أهدافه في الشهور القادمة، تمهيدا لإنعقاد اجتماعنا القادم في القاهرة لتحقيق المزيد من تدعيم أواصر الشراكة والعمل المشترك من أجل تحقيق طموحات شعوبنا في التقدم والرخاء والاستقرار. على ضوء ما أعلنه دولة رئيس وزراء اليونان من اتفاقنا على تشكيل لجنة دائمة للتعاون بين الدول الثلاث، فإننا نتطلع لأن تكون آلية مناسبة للتوصل إلى أطر تعاون فعالة وإيجابية تسهم في نمونا المشترك. وشكراً.